أقول الجمعيات الحاضرة فقط، وإنما كل الجمعيات الكشفية العربية الآن من لها مواقع ناجحة قوية، ومن سوف يكون لها مواقع إن شاء الله قوية مع المواقع الرسمية والمواقع الخاصة، جميعهم سوف تتآلف قلوبهم حتى نغوي بعض ونرفع رايات بعض، حتى تكون الكشفية دائما هي في مقدمة التنظيمات والتجمعات والفئات الشبابية التي تعمل من أجل صالح أوطانها، من أجل رفعتها، ومن أجل تقدمها. يزيد السعادة في أن هذا الموقع المتميز وبقية المواقع الأخرى المتميزة الآن تعتمد على الشباب الحقيقيين، هؤلاء الشباب الذين يعول عليهم لأنهم يفهمون ما يحتاجه الشباب. هناك دراسات علمية أثبتت أن أكثر من 95% من الفتية والشباب يستقون معارفهم ومعلوماتهم من أندادهم ومن أغرانهم ومن زملائهم في المرحلة السنية الواحدة. لذا نركز على تسغيف الأغران عبر الأغران، وعندما تكون المواقع الكشفية تدار من الفئة الحقيقية من الشباب الذين يفهمون تطلعات الشباب واحتياجات الشباب، تكون هذه المواقع حقيقية تلمس أوتار حساسة وتكون ناجحة، ويكون الشباب هم أنفسهم الذين يقولون لأصحاب المواقع أحسنتم، ويصفونهم بأنهم قطعة سكر، ويصفونهم بأنهم هم الذين حققوا طموحاتهم، وهذا ما نريده ونفخر به. إذا كان نحن نحترم الكبار ويعني نفتخر بما قدمه لنا الكبار، ولكن جميعنا سوف يأتي اليوم الذي نذهب فيه وتكونون أنتم في أماكننا. لذا يجب علينا أن نمكنكم منذ الآن، لا ننتظر حتى تكبروا وتزيحونا بالشلوت. يجب أن نمكن لكم حتى تستمتعوا بالكشفية منذ الآن وتستفيدوا منها، ونحن تزداد سعادتنا عندما نرى السعادة في وجوهكم ونرى الكشفية الحقة تنفذ بأيديكم وبسواعدكم. بارك الله فيكم، وبارك الله في أخي طارق وفي خليفته. ممكن تجيب على حيلك؟ هذا هو السكاوتينج فور بيس الحقيقي، لا أود أن أقول من ذاك الأسد، ولكن هذا الشبل من هذا الأسد، وهو الآن يعني أتمنى أن يكون كل واحد مننا يعمل حاجة إيجابية يكون وراه صفوف من يخلفه، لأنه إحنا الما بيأكد ويربي ويكون خليفة له هو ما في داعي له. ربنا يقويكم ويجعل السكاوتينج فور بيس الحقيقي. نحن نقول بأن بحمد الله إحنا الآن تلقينا في هذه القاعة وأنتم موجودون قبل أن نبدأ مكالمة من الاثنين. كان هنالك مكالمة من الأخ لوك ومكالمة من الأخ جون، والاثنين بيأمنوا على أنه هما الاثنين فايزين. هما الاثنين فايزين، ليس هنالك غالب ومغلوب، والاثنين حيتعاونوا مع بعض حتى وإن المسيرة تحت المنظمة الكشفية العالمية تذهب دائما إلى الأمام إلى التقدم. وإحنا بنقول لهم أرموا قدام ورا مؤمن، إحنا في الأقاليم مؤمنين، وإحنا أماننا وقوتنا من قوة جمعياتنا اللي هي الأمان الحقيقي لنا، وجمعياتنا قوتها بكم أنتوا الفتية والشباب أصحاب الكشفية الحقيقيين. والسلام عليكم وألف مبروك. دكتور عاطف، يأتي الوقت وحين الأوان لنسمع عزب الألحان من كشاف سابق بمجموعة نادي المجموعات العلمية، وهو الآن مغني بفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية. الآن قد حان الوقت لنسمع الموسيقى الجميلة القصيدة من الكشاف والمغني أحمد جمال. تتقل وتعاند وياي
في هوايا شكرا.